حاجات بتخلينا متخلفين في المجتمع بتاعنا. انه التونسي يدخل خشمه في حياته، يدخل روحه في حاجات ما تعنيش، يسقسيك، يبغبط، يحب يعرف العلة وبنت العلة والقاضي باش مات. الديتاي بتاع هيك يحب يعرف. لدرجة انه ساعات تحب تعرف روحك عايش سافا ولا ليه، تسأل جارك ولا تسأل واحد داخل على حياتك. حاجة تقزز. كي نبدا قاعد انا في امان الليل وتجيني انت على غفلة ونقعد في الشارع تقول يا اخي شنو نفرحوا بيك، انا عايش باش انت ما تفرحش، وانت شنو قالك انا نحبك تفرح، وانا مجبر انك انت تفرح، ما نحبكش تفرح بيا انا، وانا اصلا حياتي فرحان بيا، مشكيك من شي ومشكيك لكش. قلت لي انت نفرحوا بيك يا حبيبي، ما تفرحش بيا بهذا، انا حياتي فرحان بها والناس فرحانين بيا واصحابي والناس اللي نحبهم هذوك اللي يهموني فرحانين بيا، انا مانيش عايش باش نفرحك. وقتاش ناكلوا بريش بقلاوه؟ تحب نشري بقلاوه؟ اشريها بفلوسك البقلاوه، كيلو بقلاوه ماهوش غالي. معناها تستناني انا حتى نعرف مش انت تاكل برج بقلاوه، مش خيط مش حك ملا حاله فيه يعطيني، مانيش باش نعمل بقلاوه في عرسي انا. انا الناس اللي كيفكم في العرس بتاعي باش ناكلها غريبه، باش تتسدد وتخنق وتموت وما عادش وتموت وما عادش تبرجوا العباد بالسؤالات نتاعكم. وقتاش ناكلوا برج بقلاوه وقتاش نفرحوا بيك؟ عندكم راسه بجنب وحدكم انتوما تلهبت في روحك يا همي تاكل برج بقلاوه تاكل اللي يقتلك. وكان تعرس مثلا وتحب تتهم يجيك يقول لك علاش عرست؟ مازلت صغير، على شنو مزروب؟ في عقلك الراجل ما يكبرش، انت نفسك اللي قلت لي وقتاش نفرحوا بيك، شنو نعمل انا تو؟ ها؟ قول لي شنو نعمل؟ عليه يا الهي عليه؟ عليه فما منهم الكائنات هذوما لهنا، شو مدخلك انت؟ لم سويقاتك وقتاش تعرس؟ انا سويقاتي نحبهم مفردين، نحبهم مطيشين، سويقاتي ماهمش سويقاتك انت، تلهي في روحك سيدي. ولا تبدا معرس يجي يسألك، اه فماش حويجه في ثنية؟ والله ما فهمتك، فماش صغير صغرون هكا في ثنية؟ لا والله انا والمدام مازلنا نخمو مازل بكري شوي. علي العيب فيك ولا فيها؟ ما ليه مش هي تتكلم تكلم، العيب فيا يا اخويا، ما نجمش ما نقدرش تدخل معايا في حياتي الهوني، معناها شو مدخلك انت؟ ما فماش الزفت الصغير. ايا وقتاش ناكلو الزرير يا ولدي؟ تنشري لك كاس زرير، تنشري لك كيلو زرير، شنو القحافه ذي يا اخويا؟ ما عادش تدخل خشمك في حياتي. وكان تجيب لهم الصغار، تجيب ثلاثه صغار للصغار، علاش تجيب في الصغار؟ الدنيا غليت زوج صغار جايب، شو مدخلك انت؟ انا نصرف انا والمراه، نجيبوا الصغار باش نعطوهم نص بين بيعوهم، انا الصغير نتاعي باش نعطو يخدم على الكوش نتاعو، وكان ما طيحش حق الكوش نتاعو تقعد ترمتو عريانه. انت شو باش تعيشهم انت؟ جبتهم بركيبك الصغار نتاعي يا ودي؟ ما عادش عليه. فما النوع اللي جايبها دكتور حكيم ياسر تتكيف، باش قام تتكيف برشا دخان وغالي الدخان، علاش تتكيف نقص من الدخان؟ شو مدخلك؟ الرواري اش قالتلك؟ انت الرواري نتاعي تشري لي فيه انت الدخان؟ الصدر اللي ما يجيبش ميداي الدخان اولى بيه، انا حر، والله الدخان يسبب الموت البطيء، شكون قالك انا مزروب على الموت؟ اصلا انت تنصح فيا على الدخان وانت تشيش؟ الشيش تضر اكثر من الدخان ولا حتى من الذر؟ شنو يهمني؟ راجل كبير وشيش تنصح فيا على الدخان؟ احترم روحك يا اخي، ما مدخلكش يا خويا، شو مدخلك فيا انت؟ وفما النوع زاد رمز ياسر يجيك يقول لك اه برو شبيك سمنت ساعه بدك ضعيف خير، والله ليه ما كانتش اسمعني ندخل ترينا، شي همك شي همك؟ ناكل من قصع داركم، حريت مره في الجدار قليل من عندك، قلت لك براس امك اعطيني حوايج واسعين راني سمنت، شو انا نحب روحي محنك، نحب روحي ببطي، نحب روحي ضعيف، نحب روحي مسلول، اموري ما عادش داخل روحك فيا يا خويا، عليه يا ليه الهموم هذه تعيش معانا. والنوع العبيد اللي بالعبيد اش تلبس وكيفاش لابس وكيفاش عامل، كيف قاصص شعره وكيفاش محجن، اه شوف لين عامل بلطه وراجل وعامل بلطه بلاك، شو يهمك فيه انت يا خويا؟ ينقب في وزنه وينقب في خشمه وينقب في صرته، شو يهمك فيه؟ خلي ينقب وين يحب يا خويا، ربي خلق
خلصتنا من قبي يحب يزيد السيب على السيب من العرش يهمك يا اخوي انت يا سيب ولي الخلق يا خالق يا عجبكش زاد ايه ماذا هموم جيب ده دوما ولا حالك تلافي تلافي روحك يا اخوي قدوة بش قولي لي حبيتك عامل فيديو تنبر على العبيد كيفاش تلبس وقدوة تحن انا متنيق انا تونسي حر يا اخوي ما عادش تدخل خشمك في حياة حد يا اخوي تلافي رويحكم تلافي حويشكم شي همك في الناس سيبوا الخلق للخالق يهديكم ربي ماذا حالة فيكم يا اخوي